بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني، أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلموني تريدينج شانل، ومع كورس التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية. عنوان محاضرة اليوم هو الفدائيين الثلاثة، 3 Advancing White Soldiers. هذا النموذج هو النموذج الثالث من نماذج الشموع اليابانية الاستمرارية. كنا قد تكلمنا قبل ذلك عن نموذجين من النماذج الاستمرارية، وهما نموذج النوافذ أو الفجوات، نموذج الجنود الثلاثة الهاربين. واليوم نواصل الحديث عن نموذج الفدائيين الثلاثة، علما بأن هذا النموذج نموذج استمراري، والنماذج الاستمرارية عددها أقل من النماذج الإنعكاسية، إلا أنه التداول بها يكون له ميزة خاصة، وهي أنك تتداول في نفس الاتجاه، وده بيديني طمأنينة أكتر أثناء التداول حسب القاعدة المشهورة: امشي مع الاتجاه وهيبقى لك نصيب منه إن شاء الله. الشكل العام للنموذج كما هو موضح على الشرط التعليمي، هذا هو الشكل العام للنموذج. الشكل الأساسي للنموذج عبارة عن هذه الثلاث شموع الخضراء الطويلة الممتلئة ذات الزخم الكبير، وهو ما يعبر عنه بالفدائيين الثلاثة حسب التسمية في التحليل الفني الياباني، وكلها أسماء مستمدة من الحروب. طيب، ما هي خفايا هذا النموذج؟ وما هي المعايير الخاصة به؟ وما هي الشروط والأحكام اللي لو تحققت في هذا النموذج أقدر أحكم عليه إنه نموذج الفدائيين الثلاثة؟ الشرط الأول أن يكون السعر في اتجاه صاعد، يعني هذا النموذج يتشكل فقط في الاتجاه الصاعد وليس في الاتجاه العرضي أو الهابط. هو يأتي بعد اتجاه صاعد ثم تتشكل معي حركة عرضية من بعدها على طول يتشكل معي هذا النموذج. الشرط الثاني يتشكل من ثلاث شموع متتالية وبزخم عالي مقارنة بالشموع السابقة، يعني زي ما قلنا في البداية بيكون عندي اتجاه صاعد، بعده بتلاحظ ان في حركة عرضية بسيطة جدا للشموع، بعد هذه الحركة العرضية يتشكل مع النموذج في صورة ثلاث شموع متتالية ورا بعض فيها زخم عالي مقارنة بالشموع اللي كانت في الحركة العرضية. الشرط الثالث ان هذه الشموع الثلاثة تفتح كل شمعة منهم داخل جسم الشمعة التي قبلها وتغلق بعده. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أن هذه الشمعة رقم واحد كان فيها زخم، الشمعة اللي بعدها رقم اثنين تفتح داخل نطاق جسم الشمعة الأولى وتغلق بعده وبزخم. نفس الشيء ينطبق على الشمعة رقم ثلاثة، أنها تفتح داخل نطاق الشمعة السابقة رقم اثنين وتغلق بعدها وبزخم. وهذا الشرط هو الشرط الأساسي في نموذج الفدائيين الثلاثة. بعد تواجد هذه الشمعة الثالثة بتنبأ باستمرار الأسعار في الصعود، لأن السعر اللي كان قبل تكون هذا النموذج كان صاعدا وعمل حركة عرضية بسيطة ثم تكون هذا النموذج الاستمراري. الشرط الرابع أنه متى يتم تفعيل هذا النموذج؟ يتم تفعيل هذا النموذج مع إغلاق الشمعة الثالثة. والآن في ملحوظة بسيطة لازم ننبه عليها، إن في حالات خطرة ينبغي إن احنا ناخد بالنا منها لهذا النموذج، وهي عند ظهور الأشكال المشابهة للفدائيين الثلاثة ما ينفعش إنك تفكر في استمرار الاتجاه أو الصعود. طيب، احنا قلنا إن النموذج يأتي بعد اتجاه صاعد فقط، ما هي هذه الحالات المشابهة لهذا النموذج والتي تكون غير صحيحة؟ الحالات هي اللي ظهرت معنا دلوقتي على الشرط التعليمي. هذان الحالتان لو حاولنا نطبق عليهما معايير وشروط شكل نموذج الفدائيين الثلاثة هنلاقي بعض هذه الشروط متحقق والبعض الآخر غير متحقق. يعني لو بصينا على الشكل الأول كان الاتجاه صاعد، وبعدين دخلنا في حركة عرضية بسيطة، وبعدين جت عندي ثلاث شموع خضراء ثيرانية
شرائية ورا بعض. طيب تعالوا نبصوا على الثلاث شموع دول عشان نعرف فين المشكلة. الشمعة الأولى لا بأس بها، فيها زخم جيد. الشمعة الثانية كمان فيها زخم ممتاز. الشمعة الثالثة هي اللي فيها المشكلة، ليس بها زخم، هو ده سبب فشل النموذج وعدم اعتماده كنموذج الفدائيين الثلاثة، بالرغم ان انت لو طبقت معايير اغلاق الشموع هتلاقيها متحققة. يعني هذه الشمعة الاولى، الشمعة اللي جت بعدها فتحت داخل نطاقها واغلقت بعده، وكمان الشمعة الثالثة اللي فيها المشكلة فتحت ايضا داخل نطاقها واغلقت بعده. اذا كشرط هو محقق، لكن لماذا تم رفض هذا النموذج وعدم اعتباره نموذج الفدائيين الثلاثة؟ ببساطة زي ما قلنا، لأن الزخم للمشترين بدأ يتراجع، وظهر ذلك من خلال صغر حجم هذه الشمعة الخضراء الثالثة. شايفين كان فيه زخم صاعد ثم زخم صاعد، ثم حصل معايا شمعة شهاب شوتينج ستار، أو حتى لو ما كانتش شمعة شهاب وكانت شمعة عادية وجسمها صغير، فده إنذار باحتمالية عدم استمرار الأسعار في الصعود. وكمان إحنا عارفين إن شمعة الشوتينج ستار أساسا شمعة عاكسة للاتجاه من صاعد إلى هابط. نفس الشيء بالنسبة للشكل التاني، الحالة التانية عندي على الرسم التوضيحي إنه في افتتاح وإغلاق الشموع صحيحة، ولكن تمدد الزخم في الشمعتين الثانية والثالثة أضعف القوة الشرائية اللي كانت موجودة. إذن عند وجود مثل هاتين الحالتين يفضل لنا عدم التفكير أساسا في أن الأسعار سوف تستمر في نفس الاتجاه. أحيانا قد يتشكل معي هذا النموذج ويستمر الاتجاه في الصعود على الرغم من ضعف زخم شموع المشترين، لكن الأسلم والأحوط إن احنا نستنى ولا نتداول على أنه نموذج استمراري، ونتجنبه إلى أن يتضح وضع مستقر وظاهر للأسعار. طيب هل نبص له على أنه انعكاس؟ برضو دي حاجة مش صح، لأنه ما ينفعش ننظر للنماذج المشابهة للفدائيين الثلاثة على أنها نماذج انعكاسية نهائي. هي في معظم الحالات بتخلي السوق يدخل في مرحلة انتقالية معينة، بعد هذه المرحلة الانتقالية بتديني إشارات بالنسبة للصعود أو الانعكاس. لكن اللي يهمني هنا إنه إذا ظهر معي هذان النموذجان ما ينفعش نعتبرهم نموذج الفدائيين الثلاثة. ومعنى هذا الكلام أنه إذا تشكل لدينا النموذج الصحيح في بعض الأحيان نهمله ولا نتوقع استمرار الأسعار في الصعود إذا وصل إلى مستويات مقاومة مهمة وقوية. في هذه الحالة ما ينفعش تتسرع وتحكم بالاستمرار، لأن ممكن النموذج يتصدم بالمقاومة وتوقفه عن الاستمرار. النقطة الثالثة اللي تخليني أحكم بانتهاء صلاحية نموذج الفدائيين الثلاثة إذا وصل السعر لمستويات جديدة. يعني مثلا عندي مقاومة سابقة السعر تعداها بزيادة، ثم وصل إلى مستويات جديدة وشكل لي نموذج الفدائيين الثلاثة، هنا يفضل عدم النظر للموضوع على أنه استمرار، لأنه ممكن جدا يتوقف عنده السعر باعتبار أنه وصل لمستويات جديدة. أعيد وأكرر، هذا النموذج من حيث القوة هو أضعف من النموذج اللي اتكلمنا عنه في المحاضرة السابقة، لكن طبعا مهم جدا تعرف تفاصيله. النقطة الرابعة والأخيرة من النقاط اللي تخليني لا أحكم على الاستمرارية باستخدام هذا النموذج هو ظهور حالة التشبع. بمعنى أحيانا يكون عندي اتجاه صاعد بشكل عادي جدا، وأكون مستخدم أحد المؤشرات، المؤشرات بتقول لي إن في هنا حالة تشبع. هنا يفضل إني لا أتسرع في الحكم على استمرار السوق في الصعود، لأنه ممكن جدا يفشل النموذج، ودي من الحاجات اللي المتداول لازم يكون واخد باله منها، لأنه ممكن في الحالات دي ما ينفعش الاستمرار ولا الانعكاس. الخلاصة حاول تتجنب التداول في الحالات اللي احنا ذكرناها. أما إذا تشكل معاك النموذج بكامل معاييره
وبكل شروطه بعيدا عن الحالات اللي احنا قلناها، اكيد بامكانك انك تتداول باستخدامه بدون اي مشاكل. بعد اكتماله ممكن تاخد صفقات شراء لاحتمالية الصعود الى اعلى. والان مع امثلة تطبيقية على هذا النموذج. المثال الاول على نموذج الفدائيين الثلاثة. زي ما قلنا في شرح نظري ان نموذج الفدائيين الثلاثة هو نموذج استمراري، يعني اذا كان الاتجاه صاعد فسوف يستمر في الصعود، وقلنا انه اصلا لا يتكون الا في الاتجاه الصاعد. فلو لقينا النموذج ده داخل الحركة الصاعدة فيبقى دي فرصة لك كمتداول انك تاخد صفقة ناجحة، ميزتها انها في نفس الاتجاه، في نفس اتجاه الصعود. طيب لو بصينا على الشرط هنلاقي انه موجود عندي هنا تقريبا داخل الشكل البيضاوي نموذج الفدائيين الثلاثة. لاحظ معي الشمعة الاولى والشمعة الثانية والشمعة الثالثة، حتى الشمعة الرابعة حققت معايا الصعود، لكن هذه الثلاث شموع الاولى تكفي لصحة النموذج، اي ان مبدئيا كده الاتجاه صاعد، ثم تكون معي هذا النموذج المكون من ثلاث شموع. في هذه الحالة انا ممكن ادخل صفقة شراء من بعد نهاية الشمعة الثالثة من عند المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل اشتري، صفقة رابحة ناجحة ان شاء الله. وقبل ما انسى لو بصيت فوق شوية هتلاقي فجوة سعرية موجودة بعد تكون هذا النموذج تدعم هذا الاستمرار من صعود، لان زي ما قلنا قبل كده ان الفجوات تمثل مناطق دعم ومقاومة. المثال الثاني من الامثلة الغير صحيحة لنموذج الفدائيين الثلاثة اللي ممكن تسبب مشاكل للمتداول لو ما خدش باله منها. لو نلاحظ مع بعض النموذج اللي عليه شكل بيضاوي غير صحيح في هذه المنطقة. طب ايه السبب؟ اي نعم النموذج متكون في اتجاه صاعد، والشمعة الأولى فيها زخم تمام مفيش مشكلة، والشمعة الثانية إلى حد ما ممتلئة شوية برضو مفيش مشكلة. المشكلة كلها في الشمعة الثالثة، فقدت الزخم وأصبحت ضعيفة جدا وجسمها صغير جدا ولا يلبي الاحتياجات الصحيحة المطلوبة لتحقق صحة النموذج. بالتالي لو بصيت على الحركة السعرية بعد هذا النموذج هتلاقي السعر دخل في حركة عرضية معقدة، لا هي صاعدة ولا هي نازلة. في مثل هذه الحالات يفضل عدم النظر للنموذج على أنه نموذج الفدائيين الثلاثة الذي يحافظ على استمرار الاتجاه، ويفضل تجنبه وعدم التداول به. وبكده يبقى عرفنا النموذج ده وشروط تكونه، وخدنا كمان أمثلة تطبيقية عليه، وبذلك نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم. إلى أن ألقاكم في المحاضرة القادمة، لكم خالص تحياتي، كان معكم مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. وفي الختام أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحثنا فيه على وجوب التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.